على أرض مصر التأم شمل الأشقاء في السودان على طاولة اجتماع ممثل الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية الاجتماع الذي جاء برعاية مصرية وافتتحه السيد محمد عثمان المرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي احد عشر بندا تضمنتها وثيقه اعلان الوحده التنسيقيه للاحزاب والفصائل الاتحاديه السودانيه التي وقعها المجتمعون بالقاهره الذين ثمنوا دور مصر ورعايتها للمؤتمر ونحن اكثر سعاده ان يشرف هذه الحضره ويباركها سياده مولانا السيد محمد عثمان المرقني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ونحن سعداء أيضا أن يشرف هذا الحضور وهذا اليوم المبارك الأشقاء الأعزاء في جمهورية مصر الشقيقة نشكر شكر كبير ونقدر الدور الكبير للأشقاء في جمهورية مصر العربية على رعاية الوحدة الاتحادية على امساكهم بمستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يرون فيه المستقبل الامثل للسودان كما اتفقت الاحزاب على ان تقوم اللجنة التنسيقية العليا بالتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعله في المشهد السوداني لتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلاد مؤكدين أن مصر ستظل دوما داعمة للسودان ومساندة له في كل وقت وحين نلبي طموحات جماهيرنا العريضة ونلبي طموحات الذين يغفون مع السودان مساندين وعلى رأسهم مصر العظيمة لهم الشكر الجزيل على ذلك وشدد المشاركون على أن مصر تمثل العمق السوداني على مدار التاريخ موجهين التحية لمصر قيادة وشعبا هذا المؤتمر الذي يجي ما اشبه الليله بالبارحه يجيء مماثلا للوحده الاتحاديه التي تمت في جمهوريه مصر العربيه، مصر الشقيقه، مصر التي ظلت دوما وعلى الدوام هي تمثل العمق السوداني تاريخا واصلا وفعلا وقولا وسندا. نحن في هذه السانحه نحيي مصر قياده وشعبا وحكومه ونؤكد بأن الوحدة التنسيقية أو التنسيق من أجل الوحدة الاتحادية ماضون فيه بصدق ورؤية وطنية تحقق الأمن والأمان من خلال الثورات السودانية ومن خلال ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها الذين ارتوت بهم الأرض فإن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى غادما من خلال هذا الإعلان الذي يؤكد تنسيق الأحزاب الاتحادية على العمل المشترك القوة في الوحدة شعار ظلل أرض الكنانة التي فتحت ذراعيها للأشقاء في السودان وذلك لتحقيق التوافق المنشود بين مكونات هذا البلد الشقيق لتلبية طموحات شعبه وتحقيق أحلام أبنائه